النهارده هنعمل مع بعض حاجة عظمة لجوع آخر الليل. قاعدين كده سهرانين بقى وفي أجازة والأولاد جاعوا، فعايزين ياكلوا حاجة كده سهلة وسريعة ومنجزة، مش عايزين نطلب أكل من بره. هنعمل مع بعض النهارده الفطيرة السريعة المنجزة بالجبنة والخضار. تمام كده، معاكم المقادير زي ما انتم شايفين كده، معايا ميكس من الجبن، معايا كمان زيتون ممكن تستغنى عنه لو ما عندكيش زيتون، معانا فلفل اخضر احمر اصفر، معانا كمان ملح وفلفل اسود، بس دي البهارات، والسمنه اللي احنا هنعمل بيها والجلاش. تمام كده، هنبدا بقى الخطوه اللي احنا هنعملها. الاول هنعمل الخليط بتاع الجبن، ميكس الجبن. بسم الله، نجيب بوله كده ونحط فيها الجبنه، حاجات كده سهلة وسريعة ومنجزة. تمام، هنحط كمان شوية من الفلفل الألوان، معانا كمان 3 حبات من البيض. بسم الله، الفطيرة دي يا جماعة بصوا هتدمنوها، هتعملوها كده على طول. طبعا معانا شوية من الزيتون زي ما قلنا كده، لو عندك زيتون حط، مفيش خلاص، زيتون أخضر، زيتون أسمر، مخلي. معانا كمان فلفل اسمر، يعني البهارات اللي هنحطها هو الفلفل الاسمر والملح بس فقط، شايفين مفيش اسهل من كده. ملح، ونخلط بقى الخليط كده ده كله مع بعض. دي الحشوة اللي احنا هنحشي بيها الفطيرة بتاعتنا. تمام كده، سهل لحد دلوقتي كله تمام. عايزه بقى تعمليها بحشوات تانية موجوده عندك، بس ايه دول بقى شويه جبنه موجودين عندي في الفريزر فقلت اطلعهم، وعندي الفلفل كده كده موجود، وشويه زيتون كانوا موجودين، فقلت بقى ايه اعمل الفطيره الجميله دي نتعشى بيها، تنفع كمان تتغدوا بيها، حاجه سهله وسريعه يعني الاولاد هتتبسط بيها جدا. تمام، نرتب الكلام ده كده على جنب، وعندي بقى لفه الجلاش. صراحه انا بجيب لفتين جلاش كده وبشيلهم في الفريزر، ممكن اعمل منهم وصفات حادقه، وصفات يعني مسكره، جلاش يعني حلو، فتبقى كويس يعني بتنفع يعني. نحطها بس كده كويس، يعني بلاش كتير عندي يعني. وهناخد كده ورقتين بورقتين وندهنهم بالسمنه. تمام، ندهنهم بالسمنه كويس، اي نوع سمنه موجوده عندك بقى، زبده، سمنه بلدي، عايزه تخلطي زيت على سمنه براحتك خالص، يعني الحاجه الموجوده عندك اشتغلي بيها كده. تمام، عندي بقى صينيه الومنيوم او اي نوع صينيه موجوده عندك تشتغلي فيها يعني عادي، او قالب الموجود عندك هتعمليه. هنبدا بقى دهناها بالسمنه، طبعا هنبدا ناخد كده نعملها بالعرض، يعني نسيب منها حته كده ونحطها ايه بالعرض وبالطول زي ما انتم شايفين كده. هبدا ادهن تاني ورقتين من الجلاش، ندهنهم يعني ما تعمليش ورقه واحده بس، هتبقى رقيقه جدا، لازم لما تيجي تدهني تدهني اتنين مع بعض. تمام كده، شايفين الجمال سهل وبسيطة خالص ازاي. وهنبدأ برضو نحطها كده بالعرض من الناحية التانية، يبقى كده هنعمل اتنين بالعرض واتنين بالطول، يبقى كده بالعرض، وهنعمل كمان كده، وادي ورقتين كمان هنعملهم مدهونين برضو كده، هنعملهم بالناحية دي كده اهي. هنبدأ بقى نضيف جلاش اللي هو بقى مكسر كده مننا اهو، مفيش حاجه بتترمي، نبدا نديها زيت كده. الجلاش اللي احنا نحطه في النص هنا يبقى برضو تدهنيه بالسمنه، قصدي نحط كده رق في النص برضو بالطول اهو. ندهن سمنه، وبعدين هننزل بقى بالخليط اللي احنا عملناه. شايفين بقى الجمال، مفيش اسهل من كده، شايفين تحفة جدا اهي. توزعها كويس،
ونبدأ ننزل بقى بالطول كده بورق من الجلاش فوق الحشوة اللي احنا حطيناها كده اهي، سهلة جدا جدا. ندهن برضو بالسمنة بعد كده بقى هنقفل عليها بالورق اللي احنا ايه عملناه كده، ده اللي كنا حاطينه في الاول ورصينه زي ما انتم شايفين بالعرض وبالطول اهي، شايفين سهل بقى، هتبقى احلى فطيره يا جماعه باذن الله. يعني حاولي تقفليها بس كده عشان تاخد الدايره بتاعت الصينيه اهي، شايفين الجمال. طبعا احنا هنحطها على درجة حرارة متوسطة يعني 150 كده، درجة حرارة 150 في الفرن من تحت شوية، وبعد كده لو محمرتش من فوق نقدر شوية عليها. في حاجة برضو انا هعملها قبل ما احطها في الفرن، هحط ورق كده من الجلاش واتنيها لتحت كده عشان تبقى ايه الفطيرة طالعة مدورة ومظبوطة زي ما انتم شايفين كده، تاخدي الورقة جزء منها وتتنيه تحت الفطيرة كده تمام اهي، من هنا برضو بالراحة كده. كده بقى هبدأ ادهن زي ما انتم شايفين كده، هبدأ ادهن الوش بس وادخلها بقى على الفرن على طول على درجة حرارة زي ما قلت لكم 150، يعني درجة حرارة منخفضة شوية يعني ما تكونش عالية عشان ما تلسعلكيش الجلاش على طول بس كده، وما تخرج هوريها لكم اهي، سهلة جدا وبسيطة ما خدتش مننا وقت. بكده زي ما انتم شايفين الفطيره بتاعتنا طلعت، انا قلبتها على صينيه اهي لونها جميل كده، لو عايزه تحمريها عن كده براحتك خالص، ممكن على فكره تعمليها على البوتاجاز في طاسه كده عندك وتفضلي تقلبيها وتقلبيها برده على صينيه زي كده تمام. كده هنبدا نقطعها بقى كده مع بعض، بسم الله، شايفين القرمشه، الله 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 على القرمشه يا جماعه تحفه، وريحتها بقى عايزه اقول لكم كده وهي بتستوي جميله جدا. اللي عايزها بقى تفضل، اللي عايزها طريه ممكن يحطها في يغطيها، لو عايزينها طريه ولا حاجه تغطوها بس تغطوا وشها يعني كده. عايزه اوريكم قطعه بسم الله ما شاء الله اهي، شايفين الجمال تحفه تحفه تحفه. اتفضلوا يا جماعه معانا مورقه كمان اهي، شايفين التوريقات بتاعتها والطعم بتاعها خطير جدا، جربوها باذن الله هتعجبكم، واتمنى تدعمونا بلايك وشير علشان يوصل الفيديو لعدد كبير، واشوفكم باذن الله في وصفه جديده وفيديو جديد من وصفات سامية زين، اتفضلوا معانا.